نمبر 3 بيقول لي كوارتر اوف هاف طب كوارتر اوف هاف دي اعرف كلمه اوف دي معناها ملتبلايد يبقى كوارتر ملتبلايد باي هاف 1 ملتبلايد 1 1 و 4 تايمز 2 8 يبقى 1 اوفر 8 نمبر 4 بيقول لي ذا راشونال نمبر ذات هاز نو ملتبليكيتيف انفيرس العدد اللي ملوش ملتبليكيتيف انفيرس معكوس ضرب عارفين طبعا ان هو الزيرو تعال نفهم ليه لان الزيرو ده اوفر ال1 لما تيجي تعمل او 1 المعكوس الضربي 1 اوفر زيرو اللي هو المالتيبليكيتيف انفيرس دي كده هاز نو مينينج ملهوش معنى لان الزيرو في الدومينيتور نمبر 2 بيقول لي كومبليت اتش اوف ذا نمبر 1 multiplicative inverse of 3 اوفر 4 المالتيبليكيتيف انفيرس ل 3 اوفر 4 4 اوفر 3 نمبر 2 بيقول لي 3 and 2 اوفر 5 ملتيبليد باي نوت ايكوال 1 طيب ده ميكسد نمبر لازم نحوله لامبروبر نمبر ف 3 by 5 15 15 بلس 2 تبقى 17 over 5 17 over 5 multiplied by كام بقى؟ الملتبليكاتيف انفرس بتاعها لانه any number multiplied by الملتبليكاتيف انفرس equal 1 يبقى multiplied by 5 over 17 17 دي تروح مع 17 دي وال 5 دي تروح مع 5 دي equal 1 تبقى 5 over 17 عايزين كده نرجع عشان ما تتلخبطش نمبر 3 بيقول لي في اكس 3 اوفر x بلس 5 ايكوال 0 زين x طالما الفراكشن ايكوال 0 يبقى النوميريتور هو اللي ايكوال 0 النيجاتيف 3 دي تروح هناك بالبوزيتيف يبقى x ايكوال 3 نمبر 4 بيقول لي 3 اوفر 8 بلس 2 اوفر 8 ديفايدد باي 5 اوفر 3 3 بلس 2 تبقى 5 اوفر ال 8 طبعا هنا هاف ذا سيم دومينيتور عشان كده عملت عمليه اديشن على طول عملية ال ال divided by دي عارفين انها بتتقلب multiplied باي او تايمز والفراكشن ده بنعمل جيب المالتبلكيتيف انفيرس بتاعه يعني نقلبه نخليه 3 اوفر 5 تعالى بقى ال 5 دي تروح مع ال 5 دي يتبقى 3 اوفر 8 نمبر 3 بيقول لي if a over a equal 7 اوفر 4 b equal negative half find the value of a minus b over a plus b طيب a minus b a 7 over 4 اهي ماينس ال b ال b نيجاتيف هاف اهي يبقى ايكوال 7 اوفر 4 نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف وعايز اعلمك حركه الدومينيتور هنا فوق ودي هاف واحنا عارفين كده ان ال half ايكوال 2 اوفر 4 تمام كده الدومينيتور بقى فوق 7 بلس 2 تبقى 9 ادي اول حاجه تعالى بقى نجيب ال a بلس b ال a اللي هي 7 اوفر 4 بلس ال b اللي هي نيجاتيف هاف

نمبر 4 بيقولي using the distribution property find the value of 3 over 7 multiplied by 9 plus 3 over 7 multiplied by 6 minus 3 over 7. طيب طبعا لو حابب تاخد سكرين شوت هنا عشان همسح. طبعا احنا هنا اول ما بنشوف positive او نيجاتيف نروح نعمل عليهم ايه؟ circle كده. كده بقى عندي ايه؟ 3 parts كده. لو تلاحظ ان 3 over 7 هاي كومن فاكتور في الثلاث برطات كده فهناخد 3 اوفر 7 دي هاي كومن فاكتور ولما بتاخدها هاي كومن فاكتور فانت بتعمل عمليه ديفيجن عليها اهو 3 اوفر 7 ديفايد باي 3 اوفر 7 يتبقى ال 9 وهنا يتبقى ال 6 وهنا دي اوفر دي يتبقى ال 1 9 plus 6 15 minus 1 40 يبقى 40 multiplied باي 3 اوفر 7 7 divided by 7 equal 1 و 14 divided by 7 equal 2 2 by 3 equal 6 كده يا شباب يكون انتهى كمليتف تيست نمبر 4 نلتقي ان شاء الله في كمليتف تيست نمبر 5 ما تنساش طبعا لو في عندك اي مشكلة تتواصل على رقم الواتساب ظاهر قدامك طول ال تيست احنا بنحله او طول الفيديو آه متنساش طبعا صار صالح اونلاين هتظهر قدامك دلوقتي، حصص اونلاين ديت آه هي بتبقى سيشن بنحددها مع بعض لو في حاجه واقفه معاك لو في حاجه معينه حابب تشرحها حابب تاكد عليها اكسرسايز عايز حابب تحلها فالموضوع مش مرتبط بانك تكون معايا من اول الترم. طبعا يا شباب متنسوش تنسوش دعواتكم ودعمكم باللايك وشير وسبسكرايب وشير للقناه عشان نقدر نكمل المحتوى كامل وبالتوفيق وشكرا سلام الله عليكم.